هذا النوع من الأسئلة والكلام هذا يجيني في الخاص بزاف. وليتي دمية بلاستيكية تضحكي بالسيف، نقسم عملية التجميل. على بالك تبداو تقولوا لي عملية التجميل، نحس روحي بلي دخلت بلوك اوبيراتوار. ارتاقوا شوية، هادو سي دي زانجيكسيون، وانا نحس روحي مرتاحة ونحس روحي احسن، وانا كما قالك هذاك مرتاحة ومتصالحة مع نفسي. هو ايه دخل حياتك وامك بالموضوع؟ وش دخلك؟ انا جاية ارضي اهلك، ارضيك انت، انا ارضي غروري، انا انتي وش دخلك؟ ديجا هادي مشي عملية تجميل، وهاد التخلف تاعكم تاع تسمو عملية تجميل، عباك بهدلتونا في وسط الجناس العربية. الناس هي تعرف كاع الفرق بين الحقن التجميلية وعملية التجميل، مستو تو ديزانجيكسيون تقول عليهم عملية تجميل. شغلي هذا مش شغلك.